السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال بإذن الله. فيديو اليوم كما كتشوفوا كنخصصو لتصحيح امتحان موحد جهوي موحد ديال الثالثة إعدادي، كسوة بالنسبة يعني للتلاميذ الرسميين أو للأحرار. الامتحان ديال 2018 جهة فاس مكناس. اذا التكست ديال الامتحان هو هذا كما كنديرو دائما، غادي نقرا تبعوا معايا، من بعد غادي نترجم هادشي هذا العربيه بطبيعه الحال باش يسهل على الجميع يعني التعامل مع الاسئله. كون جافي 6 او 7 ans j'ai été volé c'est plutôt comme un cauchemar lointain terrible qui revient certaines nuits et qui me trouble même le jour. اذا هنا كاينه واحد البنيته اللي هي كتحكي كتقول ملي كان عندها 6 سنين ولا 7 سنين تم السرقه ديالها، يعني شي واحد يعني خطفها من العائله ديالها، وهذه المساله هذه هي كتشكل لها واحد الكابوس، دائما كتعيشو بالليل وحتى بالنهار كتبقى تفكر داك الشيء اللي طرا ليها في الصور ديالها. Il y a cette rue blanche de soleil poussiéreuse et vide, le ciel bleu, le cri déchirant d'un oiseau noir et tout d'un coup des mains d'homme qui me jettent au fond d'un grand sac et j'étouffe. اذا كتبقى تحس بان كاين واحد الطريق بطبيعه الحال هكا مثلا، ما يعني فيه الشمس شويه ديال الغبره، السما صافيه يعني زرقاء، وواحد شي حاجه كتسمع فحال شي فحال الغراب مثلا، شي طائر اسود اللي كيبدا يغوت يعني فحال كينبأ على انها شي حاجه خايبه غادي تطرى، فحال داكشي اللي كنشوفو في الافلام. فبالتالي يعني كتشوف الايادي ديال واحد الانسان يعني كتلح عليها وكتحشيها في واحد الصاك كبير، فبالتالي فحالي كتحس بالاختناق. سي لا لا اسما كي ما اشتي الوغ جو نو كوني با مون فري نون ني لو نون دو مون بير ني لو ليو او جو سوي ني. اذا السيده اللي شراتها سميتها لا لا اسما، داكوغ، بطبيعه الحال هي ما كتعرف لا الاسم الحقيقي ديال الاب ديالها ولا العائله ديالها ولا كاع المدينه اللي خلقت فيها. Tout ce que je sais, c'est ce que m'a dit la Lesma, que je suis arrivé chez elle une nuit, et pour cela, elle m'a appelé Leila, la nuit. إذا المعلومة الوحيدة اللي قالت لها الأسماء هو أنها بطبيعة الحال يعني جابتها بالليل، يعني واحد النهار كان الليل يعني كتسمع عليها سمتها ليلى. Je viens du sud de très loin, peut-être d'un pays qui n'existe plus. Ensuite, je suis devenu sourd d'une oreille. Ça s'est passé alors que je jouais dans la rue devant la maison. Une camionnette m'a cogné et m'a brisé un os dans l'oreille gauche. Et d'un hénin, quand on dit normalement, il y a jeté le genou. Oublie, il y a une oulette, ma quatre smash, une ouahde l'oudon, elle est là, une ouahde marakat kat laf, chère, ouahde, il y a une ouahde le camion, chère, il y a une. ضربات توقع على حديد، فبالتالي يعني ضربات في الجهه ديال الاذن، فبالتالي مابقاش كتسمع بها. اذا اول حاجه عندنا بطبيعه الحال لا ليكتور، لا ليكتور كاينه 6 بوين ديال لا ليكتور، يعني الاسئله ديال النص. دابا ولينا في هاد الامتحانات الاخرين كنسميوها لا ليكتور، داكور. اذا عندنا ريكوبي لو طابلو سيفون بوي كومبليت لو، اربعه ديال المعلومات الاساسيه، كل معلومه صحيحه 0.25، يعني نورمالمون الطابلو كامل صحيح راه جوج نقط. وهادو اسئله بسيطه، خصنا غنشوفو لي ريفيرونس دو تاكس. اذا لو نون دو لوتور جون ماري غوستاف، تيتر دو لوفر بواسون دور، لو جونغ دو لوفر سي ان رومون، وهادشي كامل راه مكتوب في لي ريفيرونس ميزون ديديسيون غايمار. يعني في الاخر ديال التاكس غادي تلقى واحد السطر فيه هاد المعلومات كامله. نيميرو 2 سو تاكس ايتيل اون لاتر ان ريسي ان بويم او بيان ان ديالوغ. هذه سهله، ما هو حوار، ما هو بطبيعه الحال رساله، ما هو الرص الشعري، فبالتالي سي ان ريسي. بي ليستواغ اي راكونتي ا لا بروميير او لا تخوازيام بيرسون. اذا عندنا بطبيعه الحال هي كتحكي بجو، اذا لا بروميير بيرسون. 3 ا ليلى غارتيل ان بون او ان موفي سوفونير دو سكي لوي ايت اريفي. بطبيعه الحال هي كتقول لك كوشمار، اذا شي حاجه اللي هي سلبيه، فبالتالي موفي سوفونير. غليف لا كومباريزون كي لو مونتر سي بلوتو كوم ان كوشمار. Numéro 4. La narratrice porte le nom de Leila car elle est née la nuit, elle aime la nuit ou bien elle est arrivée chez sa maîtresse la nuit. إذا هاد الجواب هذا نقدروا نستخرجوه بلا ما نقراو النص، فبالتالي ليلى إذا عندها علاقة بلا نوي، داكوغ، car elle est née la nuit. Numéro 5. Recopie et complète le tableau suivant en te référant au texte. إذا عندنا ثلاثة ديال الجمل، 3 propositions, rencocher au vrai ou la faux ou injustifiées.
انطلاقا من النقص من النص، سواء كان فغي ولا فو غنجيستيفيو، يعني شتي الجمله اللي كتثبتنا باش نجاوبو فغي ولا فو. ليلى ايت اون في ابوندوني باغ سي بارون، بطبيعه الحال هذه المعلومه خاطئه لان هي تسرقت. داكوغ، جي ايتي فولي، لا جيستيفيكاسيون. بي سي سوفنير لوي روفيان اونيكمون لا نوي، كذلك هذه خطأ لان هي كتقول بانها il me trouble même le jour، يعني حتى بالنهار كيجي هذاك الاحساس ديال الكوابيس. سي ال اي دوفني سوغ دا كوز دان اكسيدون، هذه معلومه صحيحه. كما قالت اون كاميون ماكوني. نيميرو 6 اكسبتوري تو دافوار اون بيتيت بون شي توا لا ميزون، دي بوكوا اون اون فراز، واش انت موافق على انه يكون عندك واحد الخادمه صغيره في السن في الدار معكم في الدار، وقول علاش في جمله. مثلا انا درت مون جو ناكسبت با كاغي لا لو دغوا دو جوي اي دو تيرميني سي زيتود، اذا عندها الحق تلعب طالما باقا صغيره وكذلك تقرا، يعني ما كان ديالها هو الدراسه ماشي تعمل في البيوت. دوزيام بارتي لونغ اي كومونيكاسيون حتى هي على سي بوان. نيميرو 1 غوليف دون لو تاكس اون فراز و لو ناراتور اكسبريم لا كونسيكونس، كاينه واحد لا فراز اللي فيها دونك داكور فيها بليتو الوغ، اذا سي لا لا اسما كيما اشتي الوغ جو نو كوني با مون فريمون. Numéro 2, relie les propositions ci-dessous en employant correctement les moyens mis entre parenthèses. Et dans la phrase A, c'est un stemlo même si, la phrase B, c'est un stemlo afin de, la phrase C, c'est un stemlo comme. D'accord. Et dans la phrase A, maintenant, même si Leïla était encore trop jeune, elle se souvient de tout ce qui lui est arrivé. La phrase B, Leïla Esma a accueilli la petite fille chez elle afin de la protéger. Ou la phrase C, comme Leïla ne peut pas oublier son passé malheureux, il a de troubles, des troubles de sommeil. 3. Le sual a la couple conjugaison, les temps du récit et la khara, d'accord, et d'en conjugue les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. A. Au cas où la jeune fille a dit le verbe retrouver, sa famille, tout le monde serait content pour elle. Et d'en a le verbe tani. هو لو فيرب اتر في الكونديسيونيل سوري، فبالتالي غتروفوري غنديرو غتروفوري افيك ا اي تي يعني الكونديسيونيل. بي تو لي سوار ليلى بريي ديو بور فوا بور ريفوار ان جور سي بارون، اذا هنا بطبيعه الحال عندنا الجمله كتبدا بتو لي سوار في الباسي، اذا غنعملو لامبارفي داكوغ، اذا بريي افيك ا اي تي. نيميرو 4 ريكوبيلان ترو لو مو كي ني با سينونيم دي زوتر مو، اذا عندنا ليلى ا اي تي élevé, enlevé, volé ou bien prise. بطبيعة الحال élevé لأن élevé تربات وهي باش تربات هي تسرقات. نيميرو 5 كومبليت لينونسي سويفون ان شوازيسون parmi les hypothèses dessous celle qui convient. Au cas où Leïla saurait d'où elle vient, واش غنقولوا elle aurait des troubles de sommeil ou là il ne dormirait plus jamais ou bien il retrouverait enfin le sommeil. بطبيعة الحال الجملة الثالثة هي اللي صحيحة، داكوغ؟ إذا il retrouverait enfin le sommeil. Numéro 6. Leïla Esma, c'est vrai que vous m'avez protégé, cependant, j'ai besoin de connaître mes vrais parents. Et bien, lis attentivement cet énoncé et complète le tableau suivant après l'avoir reproduit sur ta copie. Et bien, tu as dit le mot que tu as dit qui parle, je connais qui parle de la jumla, à qui, le man qui parle, ou l'expression introduisant la concession. Et bien, qui parle, بطبيعة الحال البنيته، إذا ليلى، أكي ليلى أسماء، والإكسبرسيون أنتروندويزون لا كونسيسيون هي سي فغي كو. فوالا هذه هي النهاية ديال الفيديو، إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر إعجاب، بطبيعة الحال اشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش يشترك ويضغط على يعني يفعل الجرس باش دائما يتوصل بالجديد ديالنا، وإلى فيديو مقبل بإذن الله.